وبأول جولة لنا في فقرة من هنا وهناك راح تكون مع أغرب بيت في العالم، المنزل الطائر بناه رجل لبناني الأصل ليصبح أحد معالم العاصمة النيجيرية. في العاصمة النيجيرية أبوجا يبدو منزل على شكل في هيئة طائرة ملفتة للأنظار حتى من مسافة بعيدة. وقد بني هذا المنزل اللي بيحتوي بداخله على حمام سباحة ومسجد سعيد جمال، وهو رجل نيجيري من أصل لبناني. أكيد نشوف تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. المنزل الطائرة بناه رجل لبناني الأصل ليصبح أحد معالم العاصمة النيجيرية. في العاصمة النيجيرية أبوجا يبدو منزلاً على شكل وهيئة طائرة ملفتة للأنظار حتى من مسافة بعيدة. وقد بنى هذا المنزل الذي يحتوي بداخله على حمام سباحة ومسجد سعيد جمال، وهو رجل نيجيري من أصل لبناني، ويضم البناء الواقع في حي أسوكورو في أبوجا إلى جانب حمام السباحة والمسجد غرفاً للنوم في جناحي الطائرة وبيتاً للضيافة وحديقة، حيث كان قد استوحى هذا التصميم من حب زوجته للسفر. وفي ذلك الوقت كان سعيد قد انتقل لتوه إلى أبوجا قادماً من ولاية جوس الشمالية الوسطى التي كان يعيش فيها والداه لإنشاء شركة بناء، وكانت المدينة في طريقها لأن تصبح عاصمة جديدة لنيجيريا. فبعد أن قضى عاماً في البحث عن الأرض بالقرب من وسط المدينة ليستغرق تصميم المنزل منه أكثر من 3 سنوات، وأدخلت عليه تعديلات عدة مرات لكي يلبي متطلبات الأسرة، كما يقوم بترميم وتجديد العقار كل عام وإضافة طبقة جديدة من الطلاء عند الضرورة وإدخال تحسينات على التصميم، كما يحب العمل على تجديد المنزل من الداخل. إلا أن زوجته تجري تغييرات بنفسها عندما لا تشعر بالرضا عن نتيجة عمله. ولسعيد الآن 7 أطفال و15 حفيدا، ويعمل معه ابنه محمد في مجال البناء، الفخور بكون والده ساعد في بناء إرث قوي للعائلة.